الماتش ما كان سهل، الماتش كان صعيب سيرتو مع فريق اللي منظم. الحمد لله هذه كرة القدم، والحمد لله فرحنا الجمهور ديالنا اللي جا ساندنا بكثافة. الحمد لله حتى نبغي نشكرهم بزاف، حيت راك عارف دابا رمضان وناس كيفطروا مساكن في التيران، دونك لا سوليسيون اللي عندنا وكان الحل الوحيد اللي عندنا هو نعطيوهم هذه الكاليفيكاسيون باش ان شاء الله يمشيو فرحانين لدورهم ان شاء الله. خاطر تكون المستوى ما كانش اليوم كبير مستوى كبير، هو شوف راه ما يمكنش تكون اي ماتش خصك تماركي خمسه، راه هذه هي الشامبيونز ليغ وهذه هي كره القدم وربي وفقنا الحمد لله ودزنا لو بلوز امبورطون هو دوز دومي فينال. الله يحفظك خويا، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك خويا. سي نورمال حيت هذه كرة القدم، هذه كرة القدم، وكما قلت لك الفريق اللي لعبنا معاه كان فريق منظم ماشي فريق اللي سهل، دونك حتى هو عنده تاريخ، حتى هو عنده جمهور ديالو وداك الشيء، دونك الحمد لله ربي وفقنا ليه وربحنا ب1-0، كنا عارفين مليار في المية كل ماتش الماتش غوتور ما يكون سهل، وفوالا استطعنا الحمد لله نحافظوا على ديك الهدف وتكاليفينا. واش كتوعدوا الجمهور الودادي؟ كنوعدهم ان شاء الله بجميع الالقاب اللي لاعبين عليهم ان شاء الله، فوالا.